هون في فضاء معرض الكرم، الدورة السابعة لمعرض هدايا آخر السنة أرتيكادو. دونك هوني الحرفيين باش يقوموا بترويج منتوجات الصناعات التقليدية كهدايا لاقتنائها مؤسساتها في آخر السنة. دونك عنا الإدارات والبنوك والتعاونيات والشركات الكبرى تتسوق لل شركائها والموظفينها هدايا آخر السنة، كما هو محلول للجراند بيبليك اللي هما التوانسة ولا الأجانب. اليوم شهدنا حضور كثيف للأجانب، لي شينوا، لي فرنسي، لي زلمان. هو احنا في ديوان الوطن للصناعات التقليدية عنا اختصاصات متعدة، عنا ترويج الصناعات التقليدية، عنا زملائنا يقوموا بالابتكار والاعتناء بالصناعات التقليدية، تطويرها، دور تأطيري للحرفيين. احنا هوني ان نأطروا الحرفي انه يقدم منتوج قابل للترويج، قابل للكونسوماسيون، سورتو للاستهلاك. المواطن التونسي ولا المواطن الاجنبي يحب البرودوي اللي يستهلكه واللي يستعمله، مش باش يزين به بركه. دونك الاستيتيكو فونكسيونيل، كيما نحاولوا ان نرقاو مسالك للترويج كسوا عن طريق المعارض والا عن طريق الصفقات والا عن طريق الفونت اون ليني. الصناعه التقليديه تطورت ولا تتباع حتى اون ليني، فهمت؟ احنا اليوم هوني على قرابه 148 حرفي شاركوا، وان شاء الله ربي يجيب لهم القسم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. الماده نتاعنا كلها ناتشورال، شوف الجوك الحلفه كلهم عملنا لهم ميكساج في هذا الشوف معها الحلفه هذيا، هذيا الخيط اللي هو ناتشورال اللي خدمنا فيه عبينا خطوط واحنا قبل هكا ولات، وما عرفش عبينا ولات حاجه خفيفه واللي هو نستعملوها معناتها حتى كل يوم نعرفوا العبينا ديجا قاش نستعملوها. دونك حاولنا نلقاو حاجه اللي تولي عندنا الستيل نتاعنا اللي هو الستيل العربي، يولي حاجه مودرن يوتيزابل نستعملوه في حياتنا اليوميه. Je suis dans le domaine de la décoration d'intérieur. Je fais tout ce qui est décor intérieur et extérieur. تزويق الداخلي والخارجي وكله بيس يونيك وهاند ميد. من التراث من لي فواياج، من الناس، من العباد اللي تقابلهم، من الكتب، من لي دوكيومونتير، من كل شيء. سورتو توا وليت العباد ما تحب تخرج ديما بان برودوي يشبه لهم مش موجود بكثره، يعطيو اكثر قيمه للترافاي مانيوال واللي فيه ابداع، فيه توش وفيه في حاجه اللي ما يشوفهاش برا، معناتها يحب يخرج ديما قطعه تكون ان بو اوريجينال. مرحبا بكم، فيني ديكوفير لو فيلاج دو لوفيس ناسيونال دو لارتيزانا. مرحبا بكم في معرض أرتيكادو. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.